مش كي داير لي شامبينيون في الضفر، كاين كثير الناس اما اللي عندهم السكري او المناعه ضعيفه او البنيه ضعيفه او تغذيتهم ماشي في المستوى الكبير، تتلقاهم تيتصابوا بهاد لي شامبينيون في الضفر. وكاينين الغريب هو انه كاين داك السن الصغير، كاين تتلقى الناس عندهم 25 30 سنه، والكثير هما اللي عندهم 60 70 سنه. فالغريب في الامر انه تياخذوا دوايات اللي تضرب الكبده، تيضطروا يديروا تحاليل للكبده كل مره. والغريب في الامر تيهلك حتى تيدير حتى حساسيه الجلد، وكثير من المشاكل اللي هي مشاكل عندها علاقه مع المكونات ديال هذه الماده الكيماويه اللي صراحه عندها دي كونتر انديكاسيون كثيره. الغريب في الامر هو انه ميتين استعملوا المرجان من جهه على الضفر ثلاثه خمسه المرات، اللي هو زيت الزيتون ميتا نعصروه، ميتا نعصرو الزيتونه تناخذو الزيت تناخذو ذاك الماء، ذاك المرجان ميتا نغسلو به الضفر سبعه تسعود 10 المرات في اليوم، وتنديرو شويه العسل، ما يكون افضل يكون عسل زكم مع شويه الغذاء الملكات وحبوب اللقاح. مثلا نديرو 50 غرام حبوب اللقاح، نديرو 30 غرام غذاء ملكات، في 150 غرام ديال العسل الزكم، تنخلطوهم مزيان وتندهنهم ثلاثه اربعه المرات في اليوم. لقينا راسنا بحال الفريق جاني من باريس، خدامين في لوكور ميديكال تما، ومني تبعوا معنا الوكو سنوات هما متبعين الكيماوي، مني تبعوا بدا في الاسبوع الخامس بدا الضفر تيطلع جديد، وحنا تنقولوا خصنا ثلاث اشهر كامله. اذا من بعد خمس اسابيع الضفر بدا تيطلع جديد. مثلا البارحه جاو لي ناس من اوروبا وخداو هاد الوصفات من خلال القنوات والاتصالات معنا، لقينا راسنا على انهم الضفر بدا تيطلع. والغريب في الامر انه بدا تيطلع جديد، وهذا هو الغريب. فلذا تنصحوا الناس يضربوا النحل في الجدر ديال الضفر، اذا في الجلده بالطبع، يضربوا وحده جوج مره بجوج مرات في السيمانه، وتيغسلوه بالمرجان وتيدهنوه بالعسل بالطريقه اللي تكلمنا، مره جوج حتى ثلاثه مرات في النهار. لقينا راسنا على ان هذا اسلوب هائل جدا، فقط لابد نحترموا القاعده الاصل اللي هي 90% هي التغذيه ديالنا. لقينا الناس من تياخذوا البصل مع الماء والعسل، كاس كبير الماء مغلي، جوج معلقات عسل بصله، وعسل يكون عسل جيد، مثلا ناخذ الزكوم او ناخذ الدغنوس، ممكن ناخذ حتى عسل السيدر والليازين مثلا، تنديروا فيه كميه ديال 60 غرام ديال غذاء الملكات، معلقه كبيره، سبعه المرات، ونباتي 100%. عجيب عجيب عجيب، نجاحات متميزه. وهكذا بغيناكم تكون ان شاء الله في هذا الاسلوب اللي هو متميز، هذه المنظومه اللي هي موضوعيه والى غوبرودكتيبيليتي. ملي تنجحوا عاودوا صيفطوا لنا. الاسباب هي كثيره. واش يعني الطرق ديال العلاج كتعتمد على معرفه السبب بعدا ديال هذه الفطريات هذو منين جاوا الاصل ديالهم، او لا هو طرق علاج واحده تنفع مع كل الاشكال كل انواع ديال هاد الامراض؟ هو لاحظنا مريض السكري تيتصابوا بهذا المشكل، الناس اللي عندهم تياخذوا الدويات بزاف كيماويات، الناس اللي تغذيتهم ماشي صحيه كذلك، انه عده اسباب. فقط حنا تنعالجوا الاصل اللي هو التغذيه النباتي مبسطه، اللي هو التنقيه، والتنقيه محوريه. ولاحظنا في الاسلوب التنقيه انه حتى الناس اللي ما عندهمش المرجان تيمكن لهم يستعملوا مغلى ورق الزيتون. يعني نفس الطريقه نجحت، يعني ولو كانت الاسباب مختلفه الاسباب، حيت هو تبقى المشكل محوري واحد اللي هو المناعه ضعفت، والقدره على اعاده بناء الاظافر مشكله، علما انه كاين دي بارازيت، كاين فطريات. تقول لي وايلا كانوا الضفار ضعافين، واش الطريقه تنجح كذلك؟ نعم، حيت نخدموا علاج لي بارازيت اي شامبينيون، وتنمشيو الى عده البناء. اذا حنا تنخدموا على ثلاث محور، ثلاث اساسيات في العلاج، اللي هو شامبينيون، اظافر ضعاف، واظافر سمي تبنى. اذا حنا تنخدموا لو كومبلي، تنخدموا العلاج التام الكامل المتميز. نعم، اذا كاين مشكل اصلا في ربما حتى في المناعه ديال هاد الناس. طيب الناس ربما اللي اكثر عرضه لهذا النوع هذا من الامراض هما الناس اللي يعني كتكون يديهم او رجليهم في المياه بشكل كبير، مثلا ربات المنازل والكذا، في الفتره ديال العلاج يعني كتنصحوا بانهم يبعدوا على الماء تماما؟ لا. ولا كاينش مشكل؟ لا، ياخذوا احتياطات. بحال مثلا من النصائح الاساسيه اللي كنا ذكرنا عده مرات، هو ديما ندهنوا زيت الزيتون على يدينا والاظافر باش نقويوهم، وندهنوا من رجلينا ونقويوهم، ونغليو الماء والبصل، ونغليو الماء ونخشيو فيهم البصل ونخشيو فيهم رجلينا. هذه اساسيات كنا هضرنا عليها قبل من باب الوقايه. اما ملي تنجيو للعلاج حاليا، تمشيو للعمق
تاع الموضوع وتبداو تنخدموا عليه اساسا. اذا لاحظنا الاساليب التنقيه محوريه، وكل ما نقينا كل ما تكون له في واحد مستوى عالي من العلاج. شكرا. انا اختي عندي المشكل في رجلي، يعني رجلي ما بين صبعين ديالي مجروحين بزاف وكيحكوني، كنحكهم بزاف وصبعين ديالي الكبار نرد عليهم اللحم وكيضروني، يعني غير كنقيسهم هكا غير بشويه وكيضروني بزاف، ما عرفتش الاسباب. نعم، مشيتي شفتي طبيب؟ لا عمري ما شفت طبيب. لا واخا اشرحي الاستاذ بالضبط الحاله ديالك، شنو دابا الاظافر ديالك ياك؟ انا بين الصبعان ديالي في رجلي، يعني ما عرفتش واش حيت كنت حرجلي واش يعني ليلى واش الاظافر ولا ما بين الصبعان؟ لا ما بين الصبعان والضفار الكبار ديال رجلي رد عليهم اللحم تماما. مشكلتين جلدي اللي بين الصبعان والمشكل ومشكل ديال الاظافر اللي طلع فوق منهم الجلد. نعم كتسمح لي لا استاذ؟ اذا عقلوا غادي نتكلموا على قاعده، حيت كاينين عناصر الموضوع كثيره، التعفنات، تشققات، الجلد تهرال، الالتهابات، وحنا تمشيو اساسا داك التشقق اللي نتيجه التعفنات وكثره الماء، تمشيو نخدموا على ديزونتي انفلاماتوار بحال المعدنوس ندقوه او العسل، وتنخدموا على دي سيكاتريزون بحال الزعتر او العسل. لاحظتي العسل تيحضر بواحد الشكل كبير حتى المعدنوس. الغريب في الامر الثقافه العروبيه نسيناها، كان العروبي انا واحد منهم، ملي كنا تمشيو العروبيه وتنجرحوا تندقوا المعدنوس وتنديروا فوق الجرح او نديروا شي ورقه خضراء مولفين تناكلوها بحال الفليو مثلا، تندقوه وتنديروا فوق الجرح، تيجمع الجرح تيعالج الالتهاب وتيعالج التعفن. علاش هاد النجاحات قديمه نسيناها؟ واش حنا ناس عاد ظهرنا جداد في العالم؟ حنا اصحاب حضاره اللي خصنا نعتزوا بها وما نساوش النجاحات، والنجاحات ولات غابره دابا. هانتم تناخذوا اشياء اللي تضرنا في الكبده وتتعينا. اذا فحنا تنقولوا اول شيء ناخذوا عسل يكون حر، ليمون او اوكاليبتوس، واخا يكون هذا المستوى ديال هذا العسل غير كيكفي يكون حر. غادي ناخذوا ونزيدوا له شويه ديال الزعتر مثلا او شويه المعدنوس مزيان، وتنخلطهم وتندهنهم ثلاثه اربعه سته المرات في النهار، ولا بد اننا تنغسلوا بالمرجان. تنغسلوا بالمرجان واحد، جوج تنديروا العسل بوحدو او مع شويه ديال الزعتر، ثلاثه تنضربوا بنحيلات في الجناب نهاريه نهار لا. هذا الاسلوب من بعد ثلاث اسابيع الحمد لله ما تيبقاش المشكل، فقط التعرض لما يكون اقل. لذا نستعملوا تقشرات، الناس اللي تيصليو يلبسوهم موضين باش يمسحوا فوق الخفين ويخفوا عليهم كثره الوضوء، هذا شيء. بالنسبه للظفر اللي تيطلع فوق منه اللحم، هنا لابد انه خصنا نحيدوا المشكل ديال اما نشوفوا الطبيب اللي قد لنا ذاك العام ذاك المشكل ديال الظفر اللي تكون تخشي في اللحم، ومن هنا فصاعدا ديما نقادوا ذاك الظفر ما يبقاش يطلع، ولا بد انه نعالجوه بالعسل والمرجان باش ما يكونش تعفن. كثير من المره تيضطر الطبيب انه يدير عمليه كبيره تما من حيث يكون تعفنات، وما نعطيوش فرصه للتعفن. لذا نضربوهم بالنحل في الجناب، نعمروهم بالعسل ونغسلوهم بالمرجان، هذا اسلوب هائل متميز. هاد الناس هادو اللي كنا ذكرنا انهم بينهم كذلك الناس ديال صحاب السكري، صحاب السكري كنعرفوا ان المشكل كيكون عندهم ربما اصعب، فواش مثلا مده العلاج والطرق ديال العلاج قلنا بحال، ولكن المده ديال العلاج تختلف ربما عند الناس هادو لان تختلف بالطبع، تيكون عندهم اكثر عمق ذاك المرض، تختلف كاين اللي عنده فقر الدم فالقدره على المتابعه ضعيفه، كاين اللي عنده المناعه ضعيفه فالقدره على المتابعه تتكون سميتو. فقط حنا متنحترموا القواعد العمل، حتى نقولوا هذه قواعد تمكن تشتغل بين ثلاثة الأسابيع خمسة إلى ثلاث أشهر خمس أشهر. إذا تتشوف إلى موين لا غروند موين هي خمسة، بين خمسة سبعة الأسابيع تتكون مهمة في النتيجة. والأجمل من ذلك هو أنه في الثلاث أسابيع الأولى الظفر تبدا تيبان على أنه الظفر تيخرج من ذاك العياء، من ذاك التشوهات، من ذاك التشققات، ولكن المدة كتبقى تختلف من شخص لآخر ومن أعراض الآخر، وربما حتى على حسب كيف ما قلتي واش كيعاني من حويجات اخرين من امراض اخرى. طيب من الوصفه الطبيعيه اللي هي مشهوره كذلك وتستعمل ما عرفتش المدى الفعاليه ديالها، يعني انت غتعطينا كاين اللي كيستعمل حنه مثلا لهاد البلايص، واش يعني بوحدها كافيه ولا لا؟ كاين اللي كيستعمل كذلك الخل، خل التفاح مثلا ولا، فمدى فعاليه يعني مثل هاد الوصفات هذه؟ حيت حنا ولا حتى العسل بوحده مثلا؟ نعم حنا ملي تنشتغلوا على ماده علاجيه تكون عرفنا بالضبط الاصل تاع المرض شنو هو. حنا اولا اعترحنا على انه كاين دي شامبينيون
دونك سي دي بارازيت سي فطريات سي مسائل. وحنا كل ما لقينا بحال القرفه معروفه ضد لي ضد لي شامبينيون، لقينا على انه المرجان ضد لي شامبينيون، العسل ضد لي شامبينيون، الحنه كذلك، البصله كذلك. ولكن السؤال يطرح مدى التاثير ديال هذه الماده على 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 هذا على هذا المشكل الصحي، او مدى صعوبة التغلب على هاد لو شامبينيون. ها تلقاو حتى الـ حتى الـ حتى الـ حتى النوع حتى قوة المادة. حنا لقينا راسنا على انه ملي تنستعملوا المرجان لقينا اقوى منهم كلهم. مزيان، ملي دخلنا في العسل مع الغذاء الملكة حبوب لقاح لقينا راسنا على انه تنخدموا في واحد النسبة عالية في اعادة البناء. اذا فهذا هو اللي خلى، ورغم ذلك كاينين الناس اللي تيصعب عليهم الامر متى تكون جسمهم ضعيف او مازال غشت ياكل اللحوم، حيت اللحوم خصها تكون تحيدات خصها تكون نباتيين، فلا بد تنضطروا ندخلوا النحل. عندنا مهندسه تبارك الله عليها مجتهده، كان عندها سرطان في الاذن وتبات معنا سنه كامله، ونظرا لواحد الارتروز كانت عندها في الصبع الكبير تاع الرجلين بدات تدير النحل في لاختروز، لاحظت من بعد سنه هنا ما استعملت لا مرجان العسل لرجليها، ولكن تتاكل تغذيه صحيه. القطرس على انه الظفر بناء جديد. نعم. اذا يكفي النحل ولكن المده ديال سنه. هنا لاحظنا على انه القدره على اننا نحاول نطلعوا مناعه جديده ونغلبوا الجسم على المشكل بواحد المستوى علاجي يكون متميز، تيمكننا نغلبوا، فقط تبقى المده تختلف والاستعداد ديال الشخص، الصبر ديالو والمثابره والمتابعه لابد خصها تكون حاضره. بنتورك دكتور على النحل، واش اي نوع تاع النحل يلق تقطف العين؟ لا، تتكلم على النحل ولا على العسل؟ على العسل. نعم، لا هو الا خديتي اي عسل فهو مزيان، لان العسل فيه خاصيات اساسيه مغذي و100% ما تيخليش البقايا في الجسم. لذلك كثير من العمليات الجراحيه وهنا في المغرب تدار، ملي تيديروا العمليه تيديروا العسل عاد يخيطوا فوق الجرح، عاد يخيطوا، بمعنى العسل راه 100% غير خصو يكون حر 100%. اذا لا درتيه ما كاين مشكل. الليمون، الليمون مخير ما حقرتيه، الليمون مزيان، فقط انه فقط انه الا خديتي الزكوم يكون اقوى. وكاين عاود عندنا العسل ديال الزعتر ديال القزبور عطى نتائج افضل، كاين العسل ديال المشنيخه عطى نتائج مهمه، والليمون بدايه غير يكون حر ماشي مشكل. نعم الله يحفظك. شكرا لك إلهام، شكرا على تواصلك معنا. ربما يعني الناس الأساسيات في العلاج اللي دائما سنذكروها الماء والبصل أو لا حتى الماء يعني اللي دافي العسل إلى غير ذلك هما، ولكن ربما الطريقة واش الأمر كيختلف من مرض الآخر هنا فين كيدوخ ربما المستمع. كلام صحيح. إذا فاحنا من تنستعملوا بحال مثلا جاتني حالة ديال بيبي بيبي رضيع عنده 5 أشهر، من بعد ملي ختنوه تعفن داك الشيء وطلعت له الحراره لواحد الشكل خارق. فاحنا غادي نعطيه يشرب البصل بيبي ما يمكنش. اذا درنا حمام، درنا غلينا الماء، درنا بصله عصير ودرنا حمام في سطيل او في البانيو ديالو وغسلنا له ساعه الا ربع، الحمد لله ما بقاش ذاك الحراره. اذا لا ديفيرسيفيكاسيون دوتيليزاسيون دو برودوي، تعدد اساليب لاستعمال الماده العلاجيه هي جيده، ولكن في التعدد الاستعمال تتكون ذاك القوة في المتابعة والقوة في جلب النتائج الهائلة. هنا في لقينا مثلا ملي تيكون تعفنات تاع الرجل مثلا عند ماني السكري، راه ممكن نطحنوا البصلة خضراء ونربطوها على واحد ساعة لا ربع ساعة وربع على الجرح، نبدلوها 5 6 المرات، الدود اللي تيخرج والوسخ اللي تيخرج غريب. واخا إذا فقط تتحس على أنه ممكن تمشي في تعدد الأساليب مادام عندك عارف المشكل شنو هو وعارف الاصل ديالو، ماشي السطحيه ديالو، الاصل ديالو، وحوس المتابعه تتكون نتائج مباركه. ما احنا الدكتور عندي ركبيه كضروني ودوزت عليهم وقال لي الطبيب راه عندك ذاك سميتو اللي كيكون بين الفصل ما كاينش عندك. الغضاريف هما اللي تيكونوا تما. هذاك اللي داني كيكون بين المطاطين ما عنديش. ماشي مشكل تنبنيوه. شوف اش عندك من عام؟ 46. تبارك الله عليك. بدات تاخذ زيت الزيتون على الريق. نعم اسيدي. زيت الزيتون بدات تاخذه على الريق مع 4 أونص ديال الصباح، 3 معالقات كبار، ساعتين ما تاكلش مزيان. وحاب تاخذ بدات تاخذ البصل مع الماء والعسل باش نعالجوا الالتهاب مزيان.
والعيالي عندك وبدا تضربوا بالنحل خدمه ديال عام ماشي ديال يومين خدمه ديال عام ومع الحوت بزاف وحيدي الحيواني الا السردين كلو بزاف مشوي ما تقليش وحاول تكون الخضره بزاف المعدنوس كرافس البرو كل الثومه بزاف مزيان هادو كلهم استعملهم ان شاء الله غادي نعاودوا نبنيو المفصل جديد وداك الزيت اللي خصها تكون ان شاء الله غتكون بطريقه جيده وعاون راسك ملي تجي تنعس دك المعدنوس وخذ نحيلات ميتين ملي تتقرص بهم وربطهم مع ربطهم على الركابي ديالك بطريقه علميه مضبوطه ان شاء الله غادي تحس براسك انك من بعد 3 شهور تكون نتائج اوليه دير واحد التصويره او دير داك التصويره على الركيبات ومن بعد سنه ان شاء الله تكون نتائج مبروكه واعطينا اخبار كل 3 شهور باش نعرفوك فين غادي. الناس كيقول لك صباحكم مبروك استاذ وبغيت نعرف علاش الظفار ديالي ضعاف كيتهرسوا وعندي بين صباع رجليا كيتميه وبغيت سبب والله يخليكم وشكرا. طبعا الاسباب كنقولوا دائما خاص مراجعه الطبيب لان تقدر تكون كثيره ومتعدده ولكن عندك شي وصفه يقدر يساعد بها؟ ما كانش العمر لا لا ما كانش هو تعلموا تاكلوا البيض البلدي جوج في الصباح وجوج في العشيه مسلوقين بالطبع وكثروا من المعدنوس وكثروا من الماكله ديال الحوت هادو كلهم غادي يعطوك كالسيوم زياده وكل ما الجسم تيدخلوا لا فيتامين دي ولا الكالسيوم وهاد الفيتامينات المهمين البي والانواع الاخرى الجسم تيعاود يبني بناء لابد وغالبا الضعف تاع ديال الاظافر انا تنخاف بزاف من الكلاوي تيكونوا عيانين هما تيصفيو وتعاونونا كذلك لا تيغويد خصها تكون واحد ان دياغنوستيك ان فحص يكون في المستوى الكبير وديما تكون فحوص حتى تعرفوا المشكل شنو هو وعلى اساسه ان شاء الله نبنيو بناء اساسي فقط انه عاون من بعد التغذيه الصحيه ومن بعد ما دير فحص مهم تحاول تعاون راسك ديما زيت الزيتون غادي تحاول تدهنوا هو المرجان دهنوا على الاظافر ديالك 5-6 المرات وحاول تعمرهم بعسيله مزيان ودير لهم شي قطن باش ما توسخش لي زور ديال اللي تتنعس بهم دير هذه المساله هذه لمده 3 شهور ونحاول ان شاء الله اعطينا اخبار كيف المتابعه باش نعرفوا كيف نصحوا المسار وما يكون الا خير. الله يخليك كان عندي في مشكل عندي دي كيست فيهم شي 7 ملي بليسا ونتبع هذاك الشيء قلتي اللي تديروا اللي كتقول في الراديو مرحبا ولكن حتى البنيه ديالي ضعفت بزاف. هذا هو المشكل. وكيف حسيتي بلو كيست تينقص؟ ها؟ لو كيست تينقص؟ كان عاطيني الحرق مؤخرا ملي شتيت الحمد لله ما بقاش الحرق. مبروك عليك. ولكن البنيه ديالي حسيت بها ضعفت وليت حسيت بالصحه. شحال العمر ديالك دابا؟ العمر شحال؟ عندي 43 ما شاء الله بدات تاخذ زرعه كتان جنجلان النافع. كرملهم طحنهم بدات تاخذ منهم 100 غرام في النهار. مزيان بعد الماكله او مع الماكله. وحاول تاخذ الحمص منبت والقبح منبت والحلبه منبتين نص كيلو في النهار. هادو غادي يعطيك واحد البنيه هائله وخذ العسل مع طلع النخيل نص معلقه صغيره مزيان ومع كاس الماء ومعاق هاد العسل وحاول تاخذهم معاهم خذ معاهم التمرات فيهم زرعه كتان جنجلان 7 المرات هادو يعطيك واحد البنيه مهمه جدا وان شاء الله بصحه وعطينا خبر.